عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقتها. أشرف الأعمال قاطبة أنت الجمال، أن تموت خادما لهذا الدين ولو كنت وحدك، لا سيما في زمان الغربة الثانية، وصار كل شيء حولنا غريبا 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 وعجيبا وعجيبا ومزريا. لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول واستمسكنا بما كانوا عليه، ولو كنت وحدك، فأحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله إننا لمنصورون. لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. ولو كنت وحدك، فإنني أتمنى أن أموت واقفا نصيرك ما خلق، وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب، حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ. أنت الجمال ولو كنت وحدك، نحن ضعاف نعم، وليس في أيدينا ما في أيدي أعدائنا أو خصومنا، لكن ما دمت على الحق وتقف في هذا الغرز فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. سأسأل عن أمور فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. هناك وما جواب، فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد. أدعو الإله بطول العمر يا علما، لتبقى حرسا على الحدود سهرانا، وأن تكون للحاقدين درءا، وأن تكون من الفردوس سكانا. Yeah.